استاذ جمال، هبدا معاك على طول في هذا البيان اللي خرج من مجلس اداره النادي الاهلي بعد انتهائه منذ اقل من ساعتين. شوف حضرتك، اولا التحركات اللي قام بيها مجلس اداره النادي الاهلي من بدايه الازمه انا بشوف ان هي مسؤوله، يعني على مستوى المسؤوليه، بمعنى انه معلش يا استاذ جمال، انا دايما هتلاقوني بس عشان برضو لا اتفضل، احنا وانا بتكلم هتلاقوني دايما باخد الطرف الاخر. بمعنى ان انا حضرتك بتنوب عن الغائب يعني. لا مش بنوب عن الغائب، ولكن اللي هو يعني هي يعني ايه مسؤوليه اساسها؟ يعني ايه مسؤوليه؟ ليه يعني في البعض وهم انا الحقيقه من ساعه صدور هذا القرار وحتى الان لقينا ان بعض قليل جدا بيتكلم عن هو النادي الاهلي ما بيعملش وما بيخليش وما بيسويش. ما هو ده اللي هيقوله، ده اللي انا ممكن اقوله لحضرتك. اتفضل يا فندم. في فرق بين ان انا اعمل كويتة اقول فيها اللي انا عايزه، اقعد ايوه صح سوري على كافيه اقول اللي انا عايزه وان شاء الله الدنيا تضرب تقلب، او في فرق جمهور مقاتل وعايز لا، وممكن جمهور متحمس ومقاتل طبعا وعايز كل الامور تمشي يعني بحماس وعصبيه، وفرق بين ان تكون مسؤول ويطلع قرار مجلس اداره يعبر، خلي بالك بقى، عن الاغلبيه بالظبط، يعني لان انت ممكن تلاقي بعض الاراء المختلفه طبعا مع هذا القرار، طبيعي فن. وده شيء طبيعي جدا لكن هتلاقي الاغلبيه بتتفق على ان يكون القرارات مدروسه. ما هو سهل قوي ان انت تطلع قرار وتضرب كرسي في الكلوب وتمشي، انما بعد كده هيبقى فيه لوم وهيبقى فيه توابع انت مش محتاج لها دلوقتي. وبعدين النادي الاهلي زي ما قال البيان النهارده هو مش بيتكلم على المغرب كدوله، لا احنا قلنا من اول يوم كلنا الحقيقه وكلنا اجمعنا على ده. هي الفكره كلها في الاليات اللي اتبعها الاتحاد الافريقي، واخرها ان هو الراجل هو اللي بينظم بطوله افريقيا وهو اللي عارف الاجنده الدوليه وهو اللي عارف، ومع ذلك في تعارض. مش ممكن يعني مش ممكن. هذا التضارب هذا التضارب هو ده البيت القصيد زي ما بنقول، اللي هو ايه؟ ان انت مش قصه ان انت بتنظم ده اجنده. طب احنا كنا بنعيب زمان على بعض الاخطاء في عهد عيسى حياته. اعتقد انه ما يحدث في عصر متسبي وقبله احمد لا يفوق بمراحل. ليه؟ لانه انت مفروض عندك، خلينا نرجع نقول ان عيسى حياته ولا يوم من ايامك كان هناك هامش كان هناك هامش في الفساد، يعني يقترب من منظور الفساد الدولي اللخبطه والتضارب يعني حتى على الرغم من ان متسبي ده واحد من يعني كان رئيس نادي فتره طويله، هو احيانا لا يعلم، هو الرئيس للكاف من هو لا يعلم يعني. يا كابتن اسلام احيانا هو لا يعلم يعني مثلا احنا فوجئنا في الازمه الاخيره ان هو مش عارف التفاصيل. في تفاصيل ما كانش عارفها. صحيح، في تفاصيل هو مش عارفها. صحيح. ده معناه ايه؟ ان الماكينه اللي بتدور، ما هو في فرق بين انك تكون رئيس للاتحاد وبين المكنه اللي شغاله ممكن تطلع قرارات غلط وخبراتك في المكان بالظبط كده. فالاداره ومثلا السكرتير العام للاتحاد، واخد بالك، اللي هو بيقوم باعمال الرئيس والإدارة التنفيذية كلها، هما دول اللي بيدوروا المكنة بتاعت الشغل. فللأسف الشديد إن هذا الأمر يعني عليه علامات استفهام كثيرة جدا جدا في الاتحاد الأفريقي في الوقت الراهن. أيوة. وهذا ما يعني يتصدى له حاليا مجلس إدارة النادي الأهلي. وده كلام برضو عشان نحط خط تحت الموضوع ده، احنا مش بنقوله لمجرد المساندة والتأييد وخلاص، لا احنا بنتكلم يا جماعة اي 20 واحد يجوا يحطوا نفسهم في موقع المسؤولية وياخدوا القرار. ايوه. هل انت هترفض ان ما هو البيان قال ايه؟ بيان او قرارات النادي النهاردة انه الاهلي على استعداد للعب في اي مكان، بس تعالى لي من قبل البطولة ما تبتدي وحدد ان المباراة طلبات منطقية، ان المباراة النهائية ستقام مثلا في مدغشقر. مظبوط، هنلعب في مدغشقر. مظبوط، ما عندناش مشكله، بس ما تجيش بعد ما يتحدد طرفي طرفي النهائي الاهلي والوداد مع كل الاحترام
الاحترام والحب. الوداد والاهلي، لان دي مهمه، لانه الوداد حط رجله اولا. صح. فبالتالي وبعدين برضو يا كابتن اسلام، لو تلاحظ في كلام اليومين دول في الساعات الاخيره غريب عن تغيير مكان المباراه، ملعب المباراه ده، انت عارف الهدف؟ لا، عارف الهدف منه حسب ما فهمت انا، انه ما تبقاش النهائي اقيم في نفس الملعب بالظبط كده مرتين ورا بعض. يبقى انت بتلعب لعبه خطيره جدا، في حاجه غلط. انت عايز تغير الملعب عشان لما النادي الاهلي يلجا او اي نادي يلجا الى المحكمه الرياضيه ما يبقاش عنده الحق في الشكوى انه نفس الملعب وتكرر والكلام ده، وهو ملعب، يعني ده ملعب مين؟ ملعب الوداد. مظبوط. فهو عاوز ينقله ملعب مولاي عبد الله. مولاي عبد الله ليه؟ على اساس الرباط. على اساس هو يعني انا عايز اقول السنه اللي فاتت معمول في مراكب محمد الخامس، يبقى السنه دي معمول في مولاي محمد. بالظبط كده، ما بقاش في نفس البلد. ما بقاش في نفس البلد. هو ده بقى، ده اللي يخليك انت، ده اللي يخليك الاتحاد الافريقي ده يعني. والتسريب اللي طلع من كام يوم اللي هو بتاع احد مسؤولين نادي الترجي اللي هو بيتهم التحكيم الافريقي ايام الراجل اللي مشي في الاتحاد الافريقي التونسي اسمه طارق البشماوي. طارق البشماوي وبعده طارق البشماوي. طارق البشماوي كمان خد بوزيشن رئيس اللجنه. ده لابد بيه ان يحقق في هذا الامر، واحنا بدورنا احنا لا نتهم احد، احنا بنطالب رئيس الاتحاد الافريقي شخصيا مستر موتسيبي ان هو يشكل لجان تحقيق في هذه الامور.